اليوم جايين نشوف عروض نهاية العام بداين داي، أسعارنا الأقل دائما. موقعهم الدمام حي النخيل، هذا شارع 28، هناك يصير مستشفى الدمام المركزي، وهنا يصير ألعاب الحسين. طبعا هذه العروض راح تكون إلين تاريخ 7 يناير 2023. معاكم بماي فيو، طبعا هذه فيها 6 أغراش، الغرشة كم؟ 1500 ملي 5 ريال بس. الحق أو ما تلحق، هذه الشدة 20 غرشة، الغرشة الواحدة 330 ملي، بكم يا جماعة؟ بخمسة ريال بس. وهذا ماي تسنيمه أقل سعر يا جماعة 48 غرشة، والغرشة 200 ملي 9 ريال و75 هللة. وهذا البيجلز المشوي المدخن من 7 ريال ونص إلى 3 ريال. حليب مجفف بونتو كيلو و800، شوفوا يا جماعة من 42 ونص إلى 34 ريال ونص. سلام زيت صني لتر ونص، تحطيم الأسعار، وعدنا هنا حياة، وبكم؟ ب 15 ريال يا جماعة. تحطيم الأسعار ماركة الباخرة 10 كيلو، بكم يا جماعة هذا الرز؟ 35 و75 هلل. الحق أو ما تلحق، رز أبو كاس العشرة كيلو سمعني 65 و75 هلل. وهذا كويكر وأقوى عرض 5 ريال و75 هلل. هذا تسالي وهذا ليز ب 9 ريال و75 هلل. وهذا برينجلز جميع الأنواع على 6 ريال و75 هللة. يا جماعة شيء مبهر، شوفوا هالصحون هذه، شوفوا كيف جودتها وفخامتها، 5 ريال و75 هللة، 5 ريال و75 هللة. اللي تشوفونه هذا كله على 5 ريال و75. قلبي الصغير لا يتحمل، شوفوا الجمال، شوفوا الفخامة يا جماعة، 5 ريال و75 هللة، إبداع. هدول تصفية حتى نفاد الكمية على ريالين يا جماعة بس، الحق أو ما تلحق. جمال هالأكواب شوفوا يا جماعة على كم؟ على 3 ريال بس، مرة حلوين. تصفية يا جماعة تصفية، الرحلات الطلعات الكشتات هذه أيامها. أصياخ 5 ريال و75 هللة. عندكم هذه على 3 ريال هذا أونلي؟ ما شاء الله تبارك الله، أول زبون أنا على 3 ريال يا جماعة، 3 ريال. وهدول على ريالين أصياخ يا جماعة، وجودتهم عالية، تخيلين يا جماعة الأسعار. المناقيش هذه على 3 ريال، عندكم هنا على 8 ريال الشبك، 5 ريال و75 هللة، 9 ريال يا جماعة. الحق أو ما تلحق، داين داي فرصة. عواد الخشبية حق الشواء على ريال. مين هالساطور هذا يا جماعة حق التقطيع؟ كم سعره سابقا؟ 14 ريال، هذا كم سعره؟ 18 ريال. الآن يا جماعة تصفية على 3 ريال، الحق أو ما تلحق، الحق أو ما تلحق. شوفوا السكاكين هاي كواليتي يا جماعة، على 3 ريال، على كم؟ على 4 ريال، على 9 ريال هالصواطير هذه. شوفوا يا جماعة عندكم هذه 12 سكينة على كم؟ على 3 ريال، مرة حلوين هذول حق الفواكه، 5 ريال 75 هللة. المقص 4 ريال يا جماعة، شوف أنواع المقصات هذه، 5 ريال و75 هللة. العرض الخطير على طول يطير. عروض نهاية العام فرصة شراء على 3 ريال، عندكم هذا الطقم يا جماعة كله بريالين فقط، وهذا الطقم المفكات بكم؟ بريال. شو رايكم يا جماعة؟ خطير مو؟ الكيك يا جماعة أنا أقولكم هذا الإعلان ترند، على 3 ريال، على ريال، 3 ريال. شو أصور يا جماعة؟ إيش أصور؟ إيش هالأسعار هذه يا جماعة؟ على 6 ريال، 6 ريال، 4 ريال. شوفوا شغلات حق الكيك هذه، القوالب، الصبابات، 3 ريال، كل هذا على 3 ريال بس. فين هالدلال يا جماعة؟ عليهم ضمان يحفظوا الحرارة 12 ساعة. هذه اللي تشوفونها يا جماعة سعرها السابق 29 ريال، الحالي 11 ريال و75 هللة، حتى نفاد الكمية. وهذا شكل آخر نفس الشيء بعد، تحفظ لكم الحرارة 12 ساعة ب 11 ريال ونص فقط. كيك ومعاه 6 كاسات 29 و75 هللة. حق أو ما تلحق، طقم سفرة 16 قطعة 39 و75 هللة. شنط السفر عرضها خطير، 3 شنط طقم كبيرة ووسطية وصغيرة من 399 ل 222 ريال بس. قصة شراء الموقع بس يكتبون داين داي الدمام فرع النخيل، هذول اللي تشوفونهم ايضا عليهم تصفيه على 5 ريال 19 ريال و75 هللة. اشياء حلوه يا جماعه، شوفوا الذهبيات هذه مره حلوه. حافات نفر 6 قطع حتى نفاد الكميه والوانها حلوه وخامه طيبه 69 ريال. نفرين يا جماعه
طبعا يعجبوني السادة أنا هدول ب99 ريال 6 قطع. غسيل الملابس أومو 7 كيلو 49.75 هلل. من هالأسعار 5 كيلو إكسترا ويت 29 ريال. هذا التايد الكيلو ونص 15 ريال و76 هللة. وعدنا هنا الأريال كيلوين ونص 25 ريال و75 هللة. وعدنا هنا التايد الكيلوين ونص 24 ريال ونص. حطم الأسعار. جنون 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 وتحطيم الأسعار. كراسي البلاستيك يا جماعة بكم سمعني 10 ريال و95 هللة. وهذه طبعا مقاسها أكبر من اللي صورتها قبل شوي وعليها عرض 15 ريال و75 هللة. مدة المناديل هذه 180 منديل مفرد 11 ريال و75 هللة. مناديل طبعا هذه البندلة فيها 5000 منديل مدار. تخيلوا يا جماعة 29 و75 هللة. الكمية ما شاء الله تبارك الله. تحطيم الأسعار يا داين داي الدمام فرع النخيل. كل تشوفونه هذا يا جماعة هالمجموعات 5 ريال و75 هللة. تخيلوا معي تيشيرتات الحلوة هذه 5 ريال و75 هللة. تخيلين 5 ريال و75 هللة. تيشيرتات هالحلوة هذه 5 ريال و75 هللة. قوي صراحة العرض الخطير على طول يطير. تكلموا عن منتجات جميلة وأشكال ناعمة 5 ريال و75 هللة. على 5 ريال و75 هللة. الشغلات الحلوة دي 7 ريال و75 هللة. 11 ريال و75 هللة. متخيلين هدول على كم يا جماعة؟ تنبهر من الأسعار 25 ريال و75 هللة. شوفوا حركات جاكيتات على 39 ريال. على كم هدول يا جماعة؟ 39 ريال. مكان طبعا كبير كبير ما شاء الله تبارك الله. طبعا الكمية محدودة. حطموا الأسعار. هذه سعرها كم؟ 129 ريال يا جماعة. هاند باجز شنطة سفر بعد الخصم 29.75 هللة فقط. 29.75 هللة. واللي أكبر منها ب 39 ريال يا جماعة على 29 ريال و75 هللة. اشكال الشنط حتى نفاد الكمية 10 ريال و75 هللة. شوفوا الموديلات إبداع. أعطوني عربية يا جماعة. الأحذية الله يكرمكم هذه 5 ريال و75 هللة. صغار وكبار 5 ريال و75 هللة. الحق أو ما تلحق داين داي محطم الأسعار. أحذية الأطفال على 25 ريال جزم هذه الله يكرمكم. وهذه على 26 ريال. وهذه الأحذية حق الشتاء. أحذية شتوية شوفوها من قرب. شوفوا جمالها وحركاتها وألوانها. عندكم كذا جاية جلد مع فرو وحركات ب 19 ريال فقط يا جماعة. شوفوا أنا قاعد أصور لكم شيء هاي كواليتي. هذا قسم الألعاب طبعا مرة ضخم وخيارات كثيرة. شوفوا هالسكوتر هذا على 29 ريال بس.